عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. النهاردة بقى ان شاء الله في فيديو جديد متميز ان شاء الله، هعمل لكم البسطرمة ان شاء الله البيت بإذن الله. بص يا حبيبة قلبي، انت البسطرمة بتتجاب من حاجتين، من العرق التريبيانكو. بس العرق التريبيانكو بقى كبير ومكلف، او موش الفخدة. رحت للجزار لقيت اخر حتة فخدة كده وربعها كده، فقلت له طلع لي ايه كيلو، دي كيلو 100 جرام بالظبط. بص يا حبيبتي اهي، اقتصادية على قد ايدينا اهي، ما شاء الله حمرا خالص اهي اهي. هنعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وايه نشوف هنعمل ايه. دي موفره ان شاء الله في البيت. بصي هنعمل ايه، هنفتح كده فتحات كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هفتحها واجي لكم تاني كده فتحات اهي، عشان خاطر ايه يا جماعه، اما اجي احط الملح تخش جوه ما يحصلش سوري كده عمليه ايه، تعفن اللحمه وتعصر اللحمه بسرعه في الزميطه عشان ننشفها. هي كوبايه اللي حاجات بسيطه ملح. بصي بسم الله الرحمن الرحيم هعملها كده اهو، لازم يا جماعه تتملح كويس اهو من جميع الجهات. هملحها بقى واجي لكم تاني خالص اهي. بصي لازم لسه اقول لكم نغسلها كويس ونشفيها خالص من الايه، من الدم اللي فيها. بصوا دليل ان هو بص مفيش ولا نقطه ميه في الطبق خالص، لازم تنشفيها كويس. تمام، هعمل دلوقتي صاحبه قلبي هجيب حته الشاشه كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ارش برده حبه ملح تحت الشاشه كده اهو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حط برده حبه الملح دول برده عليها اهو. خلي بالك حبه قلبي في المصانع بيعملوها بماده اسمها نترات السودوم، وده غلط على الانسان. تمام، احنا عملنا ان شاء الله ايه ماده الحفظ عندنا ايه طبيعيه، ملح بس. بلكوا تاني، جبت صينيه الفرن بتاعي واللي شبك عليه، واحط ان شاء الله الايه البلانشه دي عليه كده اهو كده، واسندها كده على الحيطه كده، واجيب بقى ايه، اما بطرمان مخلل، اما حل عليها، اما كرتونه كبيره احط عليها تقيله كده عشان تعصر الميه. وان شاء الله اسيبها ان شاء الله 24 ساعه يوم كامل ان شاء الله تصفي ميتها، ونشوف ان شاء الله اقابلكم ان شاء الله باذن الله ونشوف هنعمل ايه. بص يا حبيب قلبي سيبناها طبعا يوم كامل، ادي الميه طالعه منها اهي اهي. بص الميه يا جماعه اهي، الملح اللي عليها دون، ومعايا اطبار اهي، هفتحها بفتحه من هنا كده واعلقها واوريها لكم اهو. بصي انا جبت السكين اهو ولفيت عليها الدبار اهو، وبفتح فتحه وادخل بقى الدبار بقى من هنا كده، ونفذها من الناحيه التانيه ادخلها واجي لكم تاني. خاطر هي ايه بتعمل ما يعني بجهزها لكم. بص اهي دخلتها، بص اهي اهي، بصي بالسكينه كده اهي، ورحت من الناحيه التانيه اهي، عشان بس وهربطها بقى كده اهو، هربطها كده اهو اهو. بص حبيبتي اهو اه شايفه اهو. بص يا حبيب قلبي اهو، ده بعد 24 ساعه. بص اتحمرت ازاي، بص اهي نشفت خالص. هجيب بقى ايه الخلطه بتاعتها، دي كوبايتين حلبة مطحونة للحصى يا جماعة مش المواد، كوباية كبيرة كده، ودي كوباية فابريكا، ودون ودي راست، ودي برضو كوباية توم برضو، وأنا عملت عليها الملح بتاعها فرنطمة كبيرة، ودي معلقة كمون، ودي معلقة كزبرة، ودي ربع كوباية مية العجن. بسم الله الرحمن الرحيم، قلبت المكرونة كلها على بعضها أهو. بصوا يا جماعة ناخد مية بقى إيه، يعني بصي حبة صغيرين حبة صغيرين، هعجنها بقى إن شاء الله وشو هنعمل ايه. بصي يا حبيبه قلبي انا عجنتها اهي اهي، بصي بصي ممكن تسيبها 5 دقايق تخمر، مش تخمر زي فيها خميره لا، تخمر تمسك نفسها شويه بس، ان شاء الله تعمل معاها كده على طول يعني. مع حبه ميه اهو هبل ايدي بقى كده، وهدهن بقى كده في معاك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم هعمل ايه اهو، هحنطها يا جماعه كده اهي، اسمخها بقى بايه كلها ببعضها كده اهو، هدهن بقى كده اهو كلها. كل ما اداه تنشا تتعمل هبل لها ميه، هعملها بقى اوريكم الشكل النهائي ان شاء الله اهي. بصي لازم تكون ان شاء الله البتاع، بصي خدت ربع كوبايه ميه، ما تزوديش ميه عشان لو 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 سابت منك الخلطه هتقع منك. بصي ما شاء الله الله اكبر اهي، بصي فكت كنت انا معلقه هنا، هربطها بقى ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه هتقعد باذن الله 12 يوم او 15، من 12 ل 15 يوم باذن الله. بصوا بسطرمه ريحتها بسم الله ما شاء الله جميله اهي، واشوفكم ان شاء الله بعد 15 يوم ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه. بص حبيب قلبي دي بعد 15 يوم ان شاء الله. بصي الغلاف كويس ازاي، اهم حاجه مش فيه تشققات ولا حاجه عشان ايه تمسك على البسطرمه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اقطعها بقى، اقطعها يا جماعه واجي لكم. بص حبيب قلبي انا هون قطعتها هون على قد السكينه اللي عندي بصراحه، بس تعبتني قوي طبعا. هنزل اهي، بصي ما شاء الله
بص جميله ازاي ما شاء الله بقى. لو انا هنزل اقطعها للسوبر ماركت. لو عجبك الفيديو بقى مش لايك وشير واشتراك في القناه. والبصيله دي يا جماعه من غير نترات الصوديوم، الماده الحافظه فيها ايه؟ بس الملح بتاعنا بس. فحبيت قلبي لو عجبك بقى اللايك والشير والطريق والبصيله البيت الجميله دي، ما تنسيش في لايك وشير واشتراك في القناه. واشكر كل محبين ومؤشرين ومتابعينها كل الشكر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.